told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. العافية يا صبايا، وكيف حالكم؟ أهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد. إن شاء الله اليوم بنحتفل مع بعض بكوننا للمجموعة صارت 400 مشترك. حبيتنا نعمل كيكة شوي، هاي الكيكة مختلفة عن الكيكات اللي كنا نعملها دايما، زي ما أنتم شايفين بحجمها وارتفاعها ما شاء الله. برضو هاي كيكة شاهقة، غلفناها بتغليفة الشوكولاتة، الصوص اللي عملناه كثير بشهي، ومكونات الكيكة وطريقتها بسيطة جدا. خلينا نشوف كيف طريقة التحضير. في البداية عنا 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، حجمهم متوسط. بنضيف عليهم كوب، شوفوا الكوب اللي أنا استخدمته كوب أكبر من الكوب المعياري، طبعا أنت حسب الكوب اللي عندك، كوب من السكر الحبيبات. هلأ أنا ما حطيت كل الكوب، قللت منه لأني ما بدي إياها حلوة كثير، لأنه رح نغلفها برضو بشوكولاتة. حطينا عليها ملعقة من الفانيلا، بنخلط على سرعة بطيئة في البداية، بعدين بنعلي السرعة وبنخلط لحد ما يصير القوام كريمي زي ما انتم شايفين. كثير مرات صبايا بيبعتوا انه الكيكة معنا كانت عالية وفجأة رجعت نزلت، ديروا بالكم الخفق الزايد زي الناقص، لانه اذا احنا ضلينا نخفق لفترة طويلة ممكن انها تنزل بعد ما ترتفع اثناء الخبز. هلأ بعد هيك السوائل كلياتها بدنا نضيفها، بنضيف نص كوب من الزيت وكوب من الحليب بنفس الكوب اللي استخدمناه. هلأ الحليب لازم يكون مش بارد كتير، بدرجة حرارة المطبخ مايل للدافئ. بالنسبة للطحين عنا طحين متعدد الاستعمالات، 3 أكواب من الطحين، طبعا نفس الكوب بحطهم مع بعض، وبحط عليهم ظرفين من البيكنج باودر بيعادلوا الملعقتين، وحطينا عليهم رشة من الملح. خلينا نحط معهم 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الباودر الخام غير محلى، نخلطه مع الخليط، فهيك بتصير عندنا المواد الجافة صارت جاهزة. خلينا نقلبهم أحسن على أساس يتحرك البيكنج باودر في كل أنحاء الخليط اللي عندنا الجاف. منضيف كل الكمية مباشرة دفعة واحدة على السائل اللي كنا محضرينه، وفي البداية بنخلط بسرعة بطيئة وبنحرك إيدنا، بنضلنا على السرعة البطيئة وبنحرك إيدنا بسرعة حتى تلف في كل الجات وناخذ الجوانب ونجهز. صارت عندنا هيك الخليط، شوفوا كيف قوامه واضح. هلا بالنسبه للجوانب بننظف بسباتيولا وبنحاول نقلب، اذا في طحين جاف بنحاول نقلبه مع السائل، وبنوصل السباتيولا لكعب الجات حتى نتاكد انه ما في اشي تحت لسه مش واصله الخليط السائل. القالب اللي عندنا هون شايفين شكله ارتفاعه عالي، على اساس هيك احنا اخترنا انه تطلع مرتفع بالسائل في القالب زي ما حكينا، وبنحضر الفرن على درجة حرارة 180 وبنحطه، رح ياخد معنا 40 دقيقة. هلأ هون أنا بدي أحضر التغليفة. بالنسبة للتغليفة في عنا كوب من الحليب السائل، ملعقتين من السكر الحبيبات، وملعقتين من النشا، بنحركهم كثير منيح، وبنضيف عليهم كمية من الشوكولاتة الدارك، أنا استخدمت هون دارك 80%، وبضيف لهم مكعب من الزبدة اللورباك، بضل أقلب فيهم على نار متوسطة لمنخفضة لحد ما يصيروا بهذا القوام اللي أنتوا شايفينه. على فكرة هاد بنفع نعمل بودنج للأطفال كتير زاكي لحالة لو ما بدك تغلفي فيه الكيك. هلأ أنا بلشت فيه قبل ما تجهز الكيكة بعشر دقائق. هلأ هون جهزت الكيكة زي ما انتو شايفين ما شاء الله قديش ارتفعت، بشربها بكوب من الحليب البارد. هلأ أنا ضفت هون كوب ربع لأنها زي ما انتو شايفين ارتفعت حتى توصل كمية الحليب لأسفل الكعكة. هلأ شربت لأنه الحليب بارد وهي ساخنة، شوفوا لما فكناها كيف طلع شكلها، لسه ساخنة بس ما شاء الله كثير مرتفعة، لاحظوا معي الارتفاع اللي طالعة فيه. بالرغم من هيك بعد ما قطعناها كانت كثير فيها هشاشة. هلأ ببلش أحط الشوكولاتة الخليط اللي احنا عملناه، تغليفة كثير طعمها بشهي
وريحتها ما شاء الله زي ما شايفينها بتلمع. بزينها بأي نوع من المكسرات، هون استخدمنا الفستق الحلبي كتير كان ظابط معها، حطيناها بالتلاجة. طبعا بننفع نقدمها بعد ساعة، احنا قدمناها تاني يوم لكانت باردة أطيب وأطيب. وصحة وعافية، بتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وإذا كنتوا ضيوف جداد بحب أذكركم تفعيل الجرس والاشتراك ونعمل إعجاب للفيديو، وأهلا وسهلا فيكم.